رحنا نجيب بقى، رحنا نجيب الاوبليك فيشر من ورا اهو، قطعنا من قدام زي ما قلنا من قدام عند السكس كوستال كارتج او الفيف كوستال كارتج. رحنا بقى ومناجين جايين من ايه؟ من ورا اهو 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 اهو. ايوه هنا جاي منين؟ ايوه بص كده اهو، ادي يا سيدي الاوبليك فيشر اهو، خلاص كده اوبليك فيشر، خلاص كده. ويكمل بقى معايا تمام كده. طيب لما رحنا جبنا بقى الاوبليك فيشر من ورا لان بيمتد هنا من عند تقريبا يعني الثيرد ثوراسيك سباين، يعني انا شايف الفورس بص كده، يعني احنا عدينا كده، دي اول فقره اهي، فطلع منها ضلع اهو، 1 2 3 4، ماشي. في كتب تكتب 4، في كتب تكتب 3، واخد بالك؟ ايا كان المهم انه الاوبليك فيشر بيمتد طبعا سواء زي ما قلنا سواء هنا على الرايت او حتى على مستوى الايه الليفت برضو، اللي الفيشر اهو برضو نفس الايه الكلام يعني، خلاص كده. وهنا برضو نفس الكلام برضو يعني كده، فهنا زي هنا يعني الاثنين بيمتدوا من نفس الايه الفقره 3 او 4 على حسب برضو ايه كتابك يعني، خلاص كده. طيب وبيبدا برضو زي ما قلنا اللي الفيشر بيكمل معانا لغايه تحت، بينزل من الفقره رقم 3 وينزل ينزل ينزل، احنا عندنا في طنطا نقول 3 ماشي، برضو على حسب كتابك يعني، خلاص كده. من 3 وينزل ينزل ينزل لغايه تحت، لغايه الايه السكس كوستال كارتج. يبقى ده كان الايه، ده كان الاوبليك فيشر. طب هل في فرق ما بين الاوبليك فيشر هنا وهنا؟ لا نفس الكلام برضو، الاوبليك فيشر برضو هيجي من ايه، من ورا من هنا كده برضو اهو، خلي بالك من عند الايه الفقره الظهريه رقم 3، ويكمل معانا وينزل ينزل ينزل ينزل، يكمل معايا واخد بالك اهو 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 اهو، قال لك ويتني ايه يطلع معايا قدام، واخد بالك؟ يطلع معايا قدام هنا 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 لغايه برضو الايه السكس كوستال كارتج، خلاص كده. فالاوبليك فيشر هنا زي هنا برضو ايه نفس الايه اللاين ده اهو، ارسم كده. احب انا بص اطلع الاول اللوب يبان، تبان الدنيا قدامك كده، خلاص كده. برضو هنا نفس الكلام، برضو هنا نفس الكلام، برضو نرسم الايه برضو الايه ادي الاوبليك فيشر ماشي. يبقى هما من ورا ومن قدام واحد، خلاص كده مفيش فرق. الاثنين جايين من ورا من عند الثيرد ثوراسيك سباين، وجايين من قدام عند السكس كوستال كارتج، فالاثنين نفس الاوبليك فيشر. الاختلاف بقى فين؟ الاختلاف هنا اهو في الهوريزونتال فيشر. ايوه بالمناسبة الهوريزونتال فيشر ده ما يبقاش موجود ورا، يعني أول حاجة إن هو ما يجيبش ورا من عند الفقرة الظهرية من ورا، ليه؟ لأن زي ما قلنا إحنا إنه الفيشر ده يبقى موجود من على الجنب ويبقى موجود قدام، لأن الميدل لوب اللي هو بيخلقه هنا ده بيبقى موجود قدام وبرضه على الجنب، ما نشوفش إحنا الميدل لوب ده ورا. إحنا لو جينا بصينا كده أهو الميدل لوب آخره هنا، خلاص كده؟ وبالتالي أنا عندي الفيشر بقى اللي هو بتاعه اللي هو الترانسفيرس فيشر ماشي خلاص كده. الترانسفيرس فيشر ده ما يجيبش من ورا، ما يجيبش من عند الثراسيك فيرتبري من ورا، خلاص كده. في يقول لك والله الايه الترانسفيرس فيشر يمتد من الفورث كوستال كارتليج رقم 4 ويتنيه ماشي، خلينا ماشيين بقى ايه زي الكلام، يمتد من الفورث كوستال كارتليج ويتنيه ماشي لغايه لما يقابل مين؟ يقابل الاوبليك فيشر اللي جاي من تحت، خلاص كده. طب والاوبليك فيشر بيبقى جاي من عند رقم 6، واخد بالك؟ 6 كوستال كارتريج. طب بالنسبه للترانسفيرس فيشر لا، ده جاي من عند رقم 4. طب الترانسفيرس فيشر ده موجود في الرايت لانج بس، الترانسفيرس فيشر ده ما يوصلش لغايه الثيرد ثراسيك فيرتيبرا، خلاص. ارجو كده انه يعني ده كده السيرفس اناتومي بتاع الايه الفيشر كده. انت ايه يعني خلصنا. برضو يمكن من الحاجات اللي يعني ممكن بتيجي برضو في الاسئله مساله الروت اوف ذا لانج، زي ما احنا شايفين الروت اوف ذا لانج هنا اهو، او ده الهاي لما اورتو ذا لانج لو بيخش في زي ما احنا شايفين هنا الرايت مين برونكس اللي هي الشورت اللي بتنقسم بدري، وطبعا زي ما احنا عارفين عندنا في بالمونري فينز وفي يعني بالمونري وبالمونري ارتري. يعني يجي يقول لك والله برضو من ضمن الحاجات الامتداد بتاع اورتو ذا لانج، واحنا جينا بصينا هنجد ان اورتو ذا لانج تقريبا موجوده ما بين الفقره 5 والفقره 7، يعني دي الفقرات الظهريه كلها بتاعت العمود الفقري. بيقول لك والله الروت اوف ذا لانج بتمتد من تقريبا الليف بتاعها من الفقره 5 للفقره اي 7، يعني احنا بنتكلم عن الفقرات والريبس وكده، فقلنا ايه يعني نجيب مصير الموضوع ده بالمره، خلاص كده. يبقى احنا كده اخذنا الروت اوف ذا لانج بتمتد من 5 ل 7، اخذنا البوردرز بتاعت اللانجز على امتداد الباراسترنال لاين او السيرفس اناتومي اسف بتاع اللانجز على امتداد الباراسترنال لاين، على امتداد الميد كلافيكولار، على امتداد الميد اكزيلري، على امتداد البارا فيرتيبرال، عرفنا السيرفس اناتومي اوف ذا لانجز، عرفنا كمان الايه الاوبليك فيشر، الاوبليك فيشر سواء كان على الرايت والليفت، وعرفنا كمان الترانسفيرز فيشر اللي موجود على الرايت بس. ارجو انه الموضوع ده يكون ايه اتفهم. ده كده موضوع السيرفس اناتومي بتاع اللانجز.